للحديث بشكل أوسع عن هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة الآن عبد الهادي خروب، مستشار تنظيمي وخبير في علم النفس. أهلا بك سيد عبد الهادي. دعنا نبدأ من هذا السؤال الذي تحدثنا عنه الآن، هل فعلا السؤال عن ربما إعادة الموظفين للعمل من المكاتب وليس من بيوتهم مطروح أمام الشركات اليوم؟ ولا شك أنه مطروح، لأنه عمليا كان هنالك يعني الشركات فيها شركات نفسها كان هنالك إيجابية كبيرة ونقاط إيجابية كثيرة في العمل عن بعد. يعني شاهدنا مثلا مثال على ذلك، إحدى البنوك في سويسرا بنك يو بي إس المشهور كان قبل الكورونا يرفض فكرة العمل عن بعد والعمل من البيت أو من المنزل للموظفين، واليوم نجده يعني يتيح هذه الإمكانية للموظفين، ولذلك هنالك إيجابيات كبيرة من ناحية توفير في المصروفات، أيضا إمكانية إنه الموظفين يعني بقائهم في الشركات. يعني هذا الأمر اتاحت ما يسمى الآلية المدمجة، يعني أيضا عمل في الشركات وأيضا العمل في المنزل، وهذا يتيح للموظفين البقاء أكثر ديمومة في العمل وأكثر من ناحية ساعات وأكثر من ناحية عطاء. ولكن أيضا هنالك جانب سلبي مع الجوانب هذه الإيجابية، يعني البعد الاجتماعي وما يسمى يعني العوامل السيكولوجية النفسية وأيضا الاجتماعية من ناحية هذا البعد، لأن الموظفين عمليا يتواصلون مع بعض البعض فقط في الطرق الفيرتوال، في الطرق الافتراضية عن طريق الزوم، وليس عن طريق التواصل البشري وجها لوجه، اللي أثبت علميا لديه فوائد كثيرة وجمع في هذا الباب. لكن ماذا سيد عبد الهادي، ماذا عن الإنتاجية، إنتاجية العامل، كيف تحسب الشركات حسابا لهذا الأمر؟ يعني حسب كل شركة ونظام عملها وآلية العمل اللي يعملون بها. يعني إنتاجية الموظف إذا كان عن بعد وكان لديه نوعا ما مهام معينة، هذا الأمر يعني يتعلق بعدة عوامل. إحدى العوامل المهمة هي كمية الدافعية الداخلية لدى هذا الموظف، يعني إذا كان هذا الموظف يستطيع أن يكون لديه التزام ذاتي كبير. وفي بعض الأحيان نرى بعض الموظفين ويختلف يعني يختلفون من ناحية مهارات ومن ناحية شخصية، نجدهم في العمل من المنزل يبدعون أكثر وأيضا ينجزون المهام أكثر، يعني وحتى بإنتاجية أعلى من المكتب لما يتوفر من أريحية ومن أمور أخرى. ولكن بعض الموظفين صعب جدا، لأنهم تعودوا على طريقة وآلية تنظيمية أو إدارية اللي ما نسميها العصا والجزرة، يعني هنالك يحتاجون إلى تدخل إداري مباشر، لذلك الالتزام الشخصي يكون لديهم ضعيف ومنخفض، وبالتالي الإنتاجية تكون منخفضة، وبالتالي الأمر متفاوت بتفاوت الشخصيات واختلافات المهارات واختلاف المهارات بين الموظفين أنفسهم. سيد عبد الهادي، بعد كل ما مررنا به كمجتمع بشري عالمي بعد أزمات كورونا وأيضا يعني المرات العدة التي أجلستنا كورونا في البيوت أو أجلسنا كورونا في البيوت، هل نحن بصدد اليوم الحديث عن أنظمة عمل جديدة ومختلفة عما سبق؟ باقتضاب شديد لو سمحت. لا شك انه يعني الكورونا يعني من هذه المحنة كان هنالك الكثير من المنح، يعني من المحنة تحولنا الى منحة، وبالتالي في كل مناحي الحياة، حتى ايضا في سلك التربية والتعليم وفي كثير من الامور شاهدنا كيفية ان الكورونا اوجدت امور اللي هي جيدة وحميدة. ولكن السؤال هنا يطرح والآلية تطرح انه عمليا نحتاج دائما الى الموازنة والى الدمج، يعني الآلية يعني ما يصلح في مكان اكس ليس بالضرورة يصلح في شركة واي. اشكرك جزيل الشكر، انا اعتذر على
أعتذر على المقاطعة ولكن داهمنا الوقت. أشكرك جزيل الشكر المستشار التنظيمي وخبير علم النفس السيد عبد الهادي خروب.